السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة حلقة جديدة، والنهاردة يا شباب اليوم المنتظر التاني يعني على التوالي. طبعا يا شباب التصريح اتحدث وهرنانديز هو اللي بقى هنا، وطبعا سأقول برضو هو اللي بقى هنا، ويارزابال راح، فانا معرفش بقى كده هل يعني ايه، ولكن نجيب الهدية تمام وناخد كده ونروح بسم الله ناخد الحاجة هنا ونعمل كده ناخد اللي هي الهدية دي عشان نجيب افضل مهاجم في تاريخ البرازيل. هنروح اين عند لا ثانية يا شباب، نروح عند اللي هو اسمه ايه يا شباب، نسيت اسمه، اللي هو تصريح النجم بتاع اللي هو العادي سربا ما يكونش تعب. ايوه كويس اوي، ناخد 20 نقطة، احنا معانا كده 30 نقطة، كويس جدا. طيب نروح نعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ هقولك، هنصرف او هنضيع نقاط الحدث الجديد وهنجيب 800 جوهرة يا شباب، فاحنا ايه نضرب عصفورين بحجر واحد. فين الستاربس؟ ايوه هنا. وهناخد 30 واحدة تمام؟ ناخد خليها نكتب 30 طبعا، ايه ننتظر ماشي. فاتاكد بقى ان انت ايه حاطط لايك وحاطط اشتراك عشان ايه اللي جاي دمار في الاخر من الاخر يعني. فايه نستلم الهدايا، عايزين نوصل 10 لايك واشتركوا في القناه، نوصل 400 مشترك في اقرب وقت ان شاء الله. فاحنا معانا 9 مليون كوين و1000 جوهرة. ف خلينا نخش ايه الحدث. والحدث الجديد ده يا شباب يعني كلنا جالنا منه، الامريكي دونابان هيجي ايه بكره ان شاء الله الصبح. ندخل بقى على الحدث ونشوف المهام الجديده عشان ايه نوريكم المهام الجديده وكده. فين؟ ايوه المهام الجديده، سجل 20 جون في هيد تو هيد وتكسب 5 ماتشات هيد تو هيد وتسجل 10 هيدات. يعني الهيدات دي حاجه صعبه جدا صراحه. بصوا احنا بقالنا شعراية واحدة بس، فاحنا هنروح ناخد الاعلان ونرجع لكم من تاني. اوكي شباب، رجعنا لكم من تاني وخدنا 10 نقاط، ونروح نجيب الار 9 وهنفجر. يعني هناخد باكت اللي هي اسمها ايه، باكت اليو اس ال او تشامبيونز ليج. فالمهم نروح ناخد هنا 150، يعني نصرف 150 نقطة من نقط الحدث هول اوف ليجندز قاعة الاساطير، ويا سلام ناخد 800 جوهرة ونلعب مباراة رونالدو الظاهرة، انتم متخيلين؟ نروح يلا ايه ندخل المباراة ونرجع لكم بعد ما نخلص المباراة. شباب ايه الجليتش ده؟ يعني قولولي ايه الجليتش ده يا شباب، معرفش، ولكن خلينا نكمل المباراة معاكم. فنلعب عرضية وجول التعادل. فقولوا لي يا شباب نبيع فولا بابن، انا عايز ابيع بابن الصراحة عشان احط بداله الظاهر. يعني قولوا لي يعني ابدل فولر وبابن، انا هبدل كده كده بابن ان شاء الله. يعني ايه بابن؟ هل هو احسن من فولر ولا فولر؟ يعني ناس كتير بتقول ان فولر احسن من بابن، فانا ما اعرفش بقى يا شباب. قولوا لي هل نستغنى عن مين؟ وانا هحط دونافان ده دكه يا شباب، اللي هو هيجيلنا من حدث الجديد، وان شاء الله هيجيلنا لعيب 114 التيميت توتس كويس يعني. فبسم الله. وبرناردو سيلفا احنا عايزين نتقدم ونفوز في المباراه، ولكن ماشي خلينا ايه نعمل كده. وبابن وبرناردو سيلفا والجليتش لازال موجود، وبرناردو يضرب ارتو. يا سلام سعيد العويران، اسرع من اسرع اللعيبه في التاريخ في فيفا. يا سلام عليك يا العويران، العويران والتقدم هنا. وكره العويران عدى بمهاره، ف يعني برده في حاجات بتاثر فيها معاكم، ما قلتش اقول لكم على حاجات يعني سلسله ضد المتابعين بقالنا اكتر من شهر، يعني داخلين في الشهرين ما صورناش من فيها حلقه، ولكن ان شاء الله في اقرب وقت هنزل لكم، يعني هحاول انزل لكم ضد المتابعين الجزء الثاني والثالث، ويعني اجزاء واجزاء. ممكن نعمل سلسله الطريق الى بطل فيفا، او يعني صعود الى بطل فيفا
لكن برأيكم يا شباب انا يعني ممكن اعمل لكم تصويت اكمل في انهي السلسلة ولا ابدأ في انهي السلسلة ولا اعمل ايه بالظبط فيفا. فالمهم زي ما انتم شايفين كده هجمة من المنتخب الالماني وجبت بستوني، يعني ما انتم عارفين ان انا جبته يا شباب، بستوني حلو شوية يعني صراحة، والسكيل بوست بتاعته حلوة بالنسبة يعني للسي بي او مدافع. فيلا يا بابن الخامس يا لاوي، العويران بيطلع صواريخ، العويران جامد جدا جدا يا شباب، وانا جبته مجانا يا شباب اللي هو الهيرو يعني تمام، جبناه مجانا ب 220 نقطة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حلو 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 حلو، يا سلام عدى شوط. الله ايه يا برناردو، الله عليك يا برناردو سيلفا وعلى جمدانك، يا سلام عليك يا برناردو سيلفا. تعالي فاندر سار وبيعته زي ما انتم عارفين، طبعا المنتدى بحاول يعني ايه اللي بيحصل في فيفا بحطه لكم يا شباب، يعني ايه ممكن فيديوهات قبل ما تنزل اقول لكم ان هام الفيديو، وانتوا ايه تكونوا منتظرين ومتشوقين لهذا الفيديو ان شاء الله هيعجبكم. يلا بسم الله ناخد الظاهرة حالا ونكسب الالمان 5-2. ايه ده جيرد مولر، ده جيرد مولر بيلعب يا شباب، جيرد مولر بيلعب، يا سلام. ايه ده مباراة جريتشاية، ولكن معرفش هل هو جيرد مولر اصلا معاهم ولا لا، هو الماني ولكن معرفش. فبسم الله هنسترد R9 الظاهرة رونالدو دي ليما تقريبا، بسم الله. اللحظة الأسطورية R9 إلى التشكيلة، برازيلي السيتي ريال مدريد، إنه الأسطورة رونالدو دي ليما، الظاهرة رونالدو إلى الفريق رسميا، ولكن أنا أحطه بدل بابن يعني أبيع بابن ولا لأ، فأنا عايز أبيعه ب 17 مليون يعني، وناخد له صورة تاريخية بكل تأكيد، يعني ايه تكون صورة تاريخية. اوكي خدناها، و يعني ايه اللحظات التاريخية دي يا شباب لازم تتصور. فايه نكسب رونالدو الظاهرة، وانا مش عايز اكسب حد من الحدث ده غيره الصراحة، يعني ممكن لوسيو، احاول في لوسيو يعني محتاج 200 بس، ايه رايكم نحاول فيها يا شباب؟ ماشي بصوا انا هجيب لوسيو ان شاء الله الفتره الجايه، يعني احاول اجيبه، ونروح نفجر باكج اللي هو اسمه ايه باكج تشامبيونز ليج. فيلا بينا يا شباب نذهب الى الحدث، وان شاء الله لاعب حلو. لا مش من دي، نروح هنا وبسم الله الرحمن الرحيم ندخل، وان شاء الله مالديني او هنري او اي حد حلو، يعني بسم الله الرحمن الرحيم لاول مرة يطلع لي فلوس، يعني انا كنت بفتحها في الكواليس يطلع لي لعيبة ولكن طلع لي فلوس، مش مهم. ماشي طب خلينا ننقل الرانكات بتاعت فولر للظاهرة R9، وهنعمل بابن هو اللي يعني بصوا عشان تبقوا فاهمين، افهمكم بس معلش فولر يعني كده هنعمل له كده، هنديله هيبقى 116، حلو يبقى 116، وبعد كده بابن 113 مدينه الفولر 110، فيبقى ايه يعني انا معرفش يعني ممكن اخليه برده 114، ممكن ارجعه تاني 114. فا اوكي طلع بابن يودع التشكيلة، ورونالدو الظاهرة R9 احسن مهاجم في اللعبة يعني بالنسبة لي، والتشكيلة وصلنا يعني لمليار، بقت تشكيلتنا بمليار، التشكيلة بمليار، انا اول مرة لأول مرة يا شباب مليار و80 مليون. طب خلينا ايه نروح نبيع بابن ونختم الفيديو لغاية هنا، ولو عايزين تجربة او ريفيو R9 قولوا لي في الكومنتات فين بابن، نبيعه بالسعر ده مثلا 17500. فكويس كويس، وجالنا النهاردة يعني جالنا سامو كاستيلاخو ده ولا مش عارف اسمه ايه الصراحة، لكن هنبيعه مثلا بالسعر ده، خلينا نبيع بالسعر 470 الف ان شاء الله، يعني ايه على الريفرش هيتباع.
هما الاثنين على الفرشاه بقى. وبفكر اجيب تشابي الونسو لو بعت يعني، ممكن نبيع ده ونكسب الملايين من بابن ونروح نجيب تشابي الونسو، تبقى حلوه برضه. فجبت خولت برضه مش عارف ليه، لكن الناس بتقول عليه حلو. يعني في احد اليوتيوبرز اللي انا بحبهم جدا ماستر اوف جيمز او نور، بيحبه جدا وطبعا ايه تمام. فبس كده، ده كان كل الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. متنسوش تضغطوا لايك وزر الاشتراك، وشكرا انك كملت لغاية هنا يعني، لو انت كملت طبعا. واشوفكم في حلقات قادمة ان شاء الله من قناة احمد توكسس جيمينج. سلام.